مرحبا بكم الكل اللي جيتوا وحضرتوا في مشروعنا مشروع علاش لا اللي نحن نمثلوه من جاسمين فونديشن مع بريتش كانسر بشراكة بريتش كانسر. عملنا دي فورماسيون في تحت اطار برنامج مواطنه الفعل، تعلمنا فيهم كيفاش نعملوا ايتود دو بروجي، كيفاش نعملوا كوليكت دو دوني. بعد هبطنا سيغ تيران باش عملنا الكيستيونير. دونك حسب الكيستيونير اللي عملنا قررنا باش نعملوا تهيئة وتنظيف المقبرة متاع بنور في حي الأندلس والحديقة العمومية اللاصقة مشروع مارينا. بصراحة الهدف متاعنا نحن كجروب اللي هو نحاولوا نعملوا حملة تحسيسية، نحاولوا انه نكبروا شوية الوعي متاع العباد. دونك نحن نحاولوا انه هما يشاركوهم يكونوا معنا ونوريهم أهمية النظافة في بلادنا. اليوم لو 30 أفريل هو الأكسيون متاعنا، جات معنا زاد الكشافة اللي عاونونا وكانوا معنا خطوة بخطوة في المشروع متاعنا، وباش تكون اليوم باش تكون فما تهيئة الجدار متاع المقبرة بالكامل، وباش تكون فما تزويق يعني خط عربي في الحيط، وباش يكون فما تزيين زاد الحديقة العمومية اللي مقابلة مارينا. قاعدين نخمو في الديورابيليتي نتاع المشروع نتاعنا، وهي زاد واحده من لي زوبجيكتيف نتاعنا نحنا انه باش يتواصل الحمله ما تقفش عنا نحنا. دوك نحنا عملنا الباغ والناس الكل عليهم باش يكملوا معنا هكاك، حتى لينا عباد الكل توالف وتولي بالحق مهتمه بالامر هذايا.